حاجة ساعدنا كلنا ان احنا نبقى بنعرض فيلمنا في بلدنا كعرض اول. ده كان حلم كل الابطال يكونوا في مهرجان القاهره، وكان حوار كبير بين كل الناس، هنروح كذا ولا كذا ولا نقدم فين. وبعدين حسينا احنا عاملين الفيلم ده للناس بتاعتنا بالناس بتاعتنا، فلازم كلهم يكونوا جزء من العرض الاول ليه. فعشان كده صممنا على مهرجان القاهره، وقرايبهم واصحابهم يشوفوهم في اليوم ده، فكان حاجه جميله ان المهرجان خد الفيلم. ودي الطريقة برضو يعني اللي أنا بحكيهولك ده بيسمع في الشكل الإنتاجي، لأنه هو قام بالطريقة كلنا يعني، وأنا بصور وإحنا يعني أثناء فترة التصوير نوها كانت ضد تماماً إن إحنا نقدم على أي دعم من أي جهة، علشان هو روح الفيلم كده كلنا كده في بعض، حاجة أسرية جداً. وإحنا كده، ولو بقى ربنا كرم ومش عارفة إيه هيحصل. هو الموضوع مشي بشكل عارف كده زي الاتفاقات العائلية، مش الاتفاقات اللي هي زي ما بيقولوا بروفيشنال بالشكل المظبوط الواحد اتنين تلاتة. وانا جاي من خلفية جزء منها تجاري وجزء منها مستقل، ان انا قعدت اشتغل في العالم التجاري في الصناعة حبة حلوين، واشتغلت في العالم المستقل حبة حلوين، فده عامل خلط كده في مخي يعني، فيوزات مخي ضربة في بعض. ممكن اقطعك ثانية واحدة يعني من غير ما احرجك، يعني هو مثلا هي منتجة الفيلم وكنت بفاجئ بيها في اللوكيشن، هي اللي بتطبخ بنفسها للناس وجايبه معاها حاجات وتقف تعمل قهوه وتشيل وتحط، فكان انا عمري ما اشتغلت مع منتج، انا عملت فيلمين قصيرين كده صغيرين عملتهم كده بنفسي، فاول مره اتخيل ان في منتج ممكن هو بنفسه اللي هو اللي بيعمل كل حاجه للناس عشان ينجح العمل وتشيل الحاجات ولاقيها نايمه يعني لما بتسقط وتقع. فقصدي فيلم فعلا عائلي، مفيش منتج يعمل كده. هي عشان بتحبكوا بس يعني، هي حابه الفيلم جدا، وكوثر برضو مخرجه كبيره يعني، فكان حاجه بالنسبه لي كبيره قوي اللي هي عملته في الفيلم. مثلا بناخدهم كده وان تيك ميبي تو تيك، لو حد عينه رفت ولا بص للكاميرا، هو شعور واحد مره واحده يوم واحد خلاص. بالنسبه لشريط الصوت طبعا انا بحيي المهندس مصطفى شعبان لانه عمل مجهود مفيش حد كان ممكن يوافق ياخد فيلم زي ده، والمجهود اللي عمله في اللوكيشن عشان يعرف يتعامل مع كل الاصوات اللي جايه له دي كلها. وكمان ان مصطفى في حاجات ممكن اي مهندس صوت يقفش عليها، لان هي ممكن تضر شغله، او قصدي لو سمعها ينزعج منها انها تطلع كانها خطا منه. هو كان فاهم طريقتي، وعاوز اقول ان ده برضو كان ينطبق على مديره التصوير، اللي هي اي مدير تصوير بيحلم بالكادر ويحلم بالصوره، هي كل اللي كان يهمها الدراما، وهو كل اللي يهمه الدراما، وكذلك المونتيره، يعني كل واحد فيهم تنازل عن احترافيته في فهم ازاي الجماليات الفيلم، عشان هم عارفين ان دول ناس عفويين، واننا بنعمل فيلم كانه حقيقي بأخطائه بمشاكله. تصور يعني هم كانوا عندهم الـ التصالح انهم يسيبوا الدنيا تمشي حتى لو في اخطاء يعني، فدي كان متهيألي ان ده كان كرو عظيم يعني. وفي بعد كده بقى بارت كان ساوند ديزاين ده في الاخر، وده عمله المهندس احمد ابو السعد، فعايز اقول ان هو مصطفى يعني طلعوا من الفيلم ده حاجه ما فيش حد كان متهيألي، كانت دايما حتى كانت المنتجه تقول لي يا ترى مين ممكن يعمل الحاجات دي، يعني قصدي غيرهم يعني، ممكن مثلا حد بره مثلا، بس قصدي هم نجحوا كمهندسين صوت مصريين انهم يطلعوا اللي احنا شفناه ده.